إذا إلى ستارتنج بلوك والأربعة في ال 400 متر سيدات. والاستعداد للانطلاقة لمنتخبات المغرب، الجزائر والبحرين. أربعة في الأربعمائة متر، تتابع سباق جماهيري متوق ومثير سنتابعه بعد لحظات. في ظل وجود أمينات جمال وأديكوا أوليكواني من البحرين للمتابعة. أيضا للرجال أيضا ننتظر النهائي. والآن السيدات إلى ستارتنج بلوك والانطلاقة لسباق أربعة في الأربعمائة متر، تتابع. لحظات وينطلق السباق، استعداد وانطلاقة ناجحة لسباق الأربعة في الأربعمائة متر، تتابع. والتقدم حاليا للمنتخب البحريني ممثل في أديكوا أوليكواني أمام المغربية. أتتقدم المتنافسة البحرينية أمام نور النادي من المغرب. البحرين في المقدمة، الجزائر ما زالت بعيدة في المنافسة على مستوى الأربعمائة متر الأولى. المنتخب البحريني مستعد دائما على مستوى جميع السباقات، شأنه في ذلك شأن الرجال أيضا. السيدات يتألقن والمنتخب البحريني مازال يتقدم على المنافسة المغربية والجزائرية. المغربية تحاول التجاوز في مستوى الأربعمائة متر الأولى، قربنا من خط الوصول وتسليم المشعل والانطلاقة السريعة أيضا للمنتخب البحريني كالعادة. المغربية ما زالت في السباق والجزائر تحاول الالتحاق أسرع بقليل. المتنافسة الجزائرية الثانية في الانتظار، ما زالت المقدمة بحرينية على غرار جميع السباقات. أمينات جمال تقود هذا السباق البحريني بامتياز أمام المتنافسة المغربية ونظيرتها الجزائرية. إذن إلا إذا حدثت مفاجأة على مستوى التسليم والاستلام. أعتقد المغربية الآن على مستوى المنعرج تحاول التجاوز. ممتاز الأداء من المغربية نور النادي تحاول الاقتراب من أمينات جمال. ما زالت البحرينية في المقدمة والجزائرية والمغربية الآن تتجاوز. ممتازة جدا الانطلاقة المغربية ومحاولة تجاوز المتنافسة البحرينية. إذن المغرب تقود هذا السباق وتفاجئ البحرين. المغرب تقود السباق وتفاجئ البحرين على مستوى الأربعة في الأربعمائة متر، تتابع. ممتاز هذا الانطلاق المغربي على مستوى التسليم الثاني والثالث. المغرب تفاجئ البحرين في سباق بحريني بامتياز منتظر، لكن المغرب الآن أمام الفرصة لإنهاء هذا السباق والفوز بالذهبية. إذن انطلاقة سريعة جدا من رزق المغربية. رزق المغربية تتقدم بقوة وتمنح التفوق لزميلتها لحسم هذا الحوار. إذن تنطلق المشاركة المغربية قبل الوصول المشعل إلى المتسابقة البحرينية. والانطلاقة السريعة في محاولة للالتحاق البحرينية طبعا. أديكوا أوليكواني، هل ستلتحق بالمنافسة المغربية؟ أعتقد المغرب لديها فرصة كبيرة للفوز بهذا السباق الذي كان منتظر أنه يكون بحريني. إذن لهالي سلمى تواصل التقدم بقوة. لهالي سلمى المغربية تتجاوز الجميع وتتوج معها المنتخب المغربي بذهبية الأربعة في الأربعمائة متر، تتابع أمام البحرين
ثم الجزائر. إذن ألف مبروك للمنتخب المغربي، فريق المغرب للتتابع سيدات.